السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو احنا عايزين نغير الخلفية ممكن اجي انا من باك جراوند واختار لون معين، وليكن مثلا اللون دوت، واقول له ابلاي او اقول له ريسيت تو ديفولت، ارجع للافتراضي. ممكن اقول له تدرج لوني بين لونين واختار اللون اللي انا عايزهم يطلع معايا بالشكل دوت، او اقول له هورزن يبقى اربع الوان، لون السماء، لون الهورزن سكاي، لون الهورزن جراوند، ولون الجراوند نفسه. تقدر تغير الاربع الوان دول زي ما انت عايز، يقولك بالشكل دوت، او ممكن تختارها خلفيه يكون لونها ابيض. في اختيار هنا اسمه ويندو سايز، تقدر تختار هل انت عايز المقاس قد ايه، تكتب المقاس اللي انت عايزه، او تقول له يوز فيو يبقى ياخد الفيو كله. عندي اختيار تاني اسمه فول سكرين، بيملى الشاشه كلها بحيث ان انت ما تتشتتش مع بقية الأدوات، تبقى مركز بس إن أنت بتشوف ال 3D. لو أنت عايز تراجع كده عليه هتشوف إيه الشغل اللي هنا، تمام. طيب عايز تخرج بتدوس F11. في عندنا سبليت فيو بيعمل لك هورزونتال أو فيرتيكال، تقدر تشوف المبنى من اتجاهين وتقدر تقارن بينهم، تقدر تاخد سكشنين وسكشنين وتقارن بينهم.